قول قول ويا رب اكسب يا رب يا رب. جاهز اضحك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكر طعمه، مش فاكر طعمه. يا رب يا رب يطلع. ايه ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بتحدي جديد. فكره التحدي بتاعت النهارده هي عباره عن تذوق المشروبات. طبعا معانا فانتا تفاح اهو، ومعانا مشروب كوكتيل، ومعانا رمان. ايوه رمان. ومعانا برتقال، ومعانا ليمون، واناناس، وتفاح. بس قبل ما نبدا كالعاده، اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نخش في التحدي. طبعا خسران ليا كام في الاخر. وهنعمل حجره ورق مقص عشان نشوف مين اللي هيبدا. حجره ورق مقص. انا كسبته، انا اللي هبدا. غمي عينيك. يلا تفضل، بس من غير ما تشوف الطعمه علشان ما تعرفش الطعمه. طبعا يا جماعه اللي هيخسر كتير هو اللي هيتعاقب. يلا دوق طعمه. اناناس؟ لا. ايوه ايوه صح، انا اناناس. ايوه اول ما اشوف حتى على طول. اول طبعا مشروبه هيتشال اهو. اول مشروبه افتكرت ان انا غلط. هو خلاص ده بره. عندي اختيارين طبعا. ده بره طبعا عنده هو علشان هو كسبه. غير كده طبعا انا هبدا. طب عندي يلا. طبعا انا كنت فاكره الليمون. يلا الا ايه الا اناناس. غمي غمي غمي. اتوقع اتوقع حتى لو غلط عادي يبقى خسران الراوند ده. عارف اتوقع اي حاجه وانا اقول لك صح ولا لا. ايوه ايوه رب اكسب. ده اوعى عايز اكسب. يلا يلا ده ايه ده؟ بتقول طيب قول اي حاجه اتوقع وانا اقول لك صح ولا لا. مش قادر اقول. طيب قول اي حاجه وانا هقولها لك. قول. طيب زيك ايه طعم ايه؟ تفاح. غلط. كمان وانا عمال اقول. يلا يلا انت اللي يا يلا شيل المشروب وحط لي مشروب. اغمي طبعا. اول رمت اول رمت. فتح عينك فتح عينك. استنى بيشرب. لا حرام. بصيت لي فين؟ جنب بس اخد واحد. طيب يلا اشرب اشرب. عايز تشرب؟ لا لا يلا ماشي. يلا يا جماعه انا متحمس للراوند الثاني. بس طبعا كله يعني يلا غمي 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 غمي. يلا فزوقونا الطعمون. علشان ما يشافش. انا في اتنين محترمه بينهم. بين ايه وبين ايه؟ انا عارف.
عرفت. برتقان؟ لا ليمون. يا لهوي يا لا حرام. بس لحد دلوقتي انا كسب راوند ده. انت زعلان؟ بص اهو طبعا ده هحطه عندي علشان انت خسران. طعم هو يلا طبعا هنقول كام كام. ده واحد وانا زيرو. اه انا مش عايز اكسب الراوند ده ماليش دعوه. بس كده قلت له حاجه صعبه طبعا. ايه احط له ايه؟ ماشي الله. حاضر استنى. استنى. فتح. هتبصي. انا نسيت كنت عامل كده والله. لا 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 ما تبصي. بيطعم في الطعم لان بيطعم في الطعم بلاش غشيشه. ايه ده؟ ما تبصش. ما يبص. لا ما تبصش. الكوكتيل لا حوار كده. هو كسب مره وانا كسب مره. يا يا رب انا اللي اكسب. انا عايز انا اللي اكسب. بس انا حطيت له حاجه صعبه كده. دوق. نخلي اخويا طبعا يدوق. طعمه نعناع. فين الغطا طبعا؟ فين الغطا اهو؟ لازم يتغطى. يتغطى الناموس هياكله. طبعا ده احطه عندي علشان انا الكسبان. رام بجد والله. ايه ده فين الشطافه؟ الشطافه نزلت. ايه حلو. دوس لايك عشان النكته الجميله دي وتعمل اشتراك يا عم الغمي يا عم. سيب تعليق حلو عشان يثبت وجودك عشان ننزل لكم كل فيديوهات جديده. تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وسيب تعليق حلو يثبت وجودك. بنحبكم جدا جدا جدا. يا غمي عينك. ام عينك يا غشاش. نو وات ذا هيل. يلا 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 بس امسك الشطافه بتاعتك. يلا يلا انا مغمي طبعا القطعيمه عندي لحسن نشوف الطعم غريب. طبعا هو كان بيشوف من الطعمين اللي معايا. ايه ده الشطافه بتاعتك ولا بقى الحاره؟ مش عارف. ايه؟ هوبا اديني يقف. طبعا الطعم جميل. انا بدوق. طبعا الطعم جميل. بدوق. ربما اشوف الغلط. انا برايي تعمل اي غلط. اوه تفاح. لا 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 لا. ايه برتقال. 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 لا مش عايز برتقال. 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 ايه برتقال دي؟ طبعا برتقال. برتقال. طبعا انت خسرت فانا هحطه عندي. ليه كده البرتقال؟ ليه؟ انا كده واحد وهو واحد. واحد وواحد. ايوه انا واحد وهو واحد. طبعا الراوند ده لو كسبه يبقى هو التاني وانا واحد. لا مش عايز. يا رب مش هيكسبوا. مش ده بقول لك هم وبخبي واحد من دول علشان ما بشوف. ماشي ماشي. والشطافه بتاعتك وبتاعتي دول. ايه هما الاثنين في كل الاحوال يعني تفاح. الاثنين تفاح بس في واحد يعني مختلف منه. استنى. واحد نص تفاح ونص حاجه كده. اه عشان انت تعرف. ده كله. استنى مش بيديني فرصه. يلا امسك البتاع الشفاط. ما الاثنين تفاح بس عاوز تجيب التفاح. تفاح الاخضر. صح. انا كده اثنين.
لا 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 عايز اي عبد ماليش دعوه. يلا يلا التاني. طب الطعم الاخير بقى. الطعم الاخير هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بالطعم الاخير. هو فاضل لنا اخر طعم هنعمل بيه ده. كده كده استنى استنى هنعمل بيه ده ايه بقى؟ ده هنعمل بيه ايه بقى؟ ده خلاص كده علشان هو علشان معروف معروف. فطبعا انا اتنين واخويا واحد. فشادي بقى هو ايه؟ الله يخسر. فقبل ما يخسر لازم نشرب. عشان بس ايه العقاب هيبقى صعب شوية. طبعا هروح اجيب العقاب واستنوني اهو. ده حزنان طبعا يا جمعان. شطه اهي شطه. شايفين الشطه؟ شطه وايه؟ برتقال. شطه برتقال. طبعا نحطهم مع بعض يبقى ماكس وناكله بقى. مش هقدر استحمل طبعا. انا هشرب اول ما ادوق على طول. طبعا اوريهم طبعا. اعمل لك بقى عشان احنا بنتعذب جدا. انت شايف؟ انت شايف برتقال بشطة. يا قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.